بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السادة والمشايخ، وجهاء العشائر، شخصياتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح مؤتمرنا العشائري المركزي في النجف الأشرف بمناسبة يوم النصر العراقي على داعش الإرهابي. نستمع الآن إلى بعض من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حسنين، فتفضل مشروعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. نرحب أجمل ترحيب بكل الأخوة من مكتب بابل، أهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر. المرجعية الدينية صمام أمام، المرجعية الدينية تاج على رؤوسنا، المرجعية الدينية مصدر قوتنا، قوة المذهب الشيعي. للمرجعية كلمة مباركة، يتلو كلمة المرجعية في النجف الأشرف سماحة الشيخ محمد الباوي ممثل مكتب المرجع النجفي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا من نعمه وأفاض علينا من آلائه، وله الشكر على نصرته لعباده المدافعين عن الوطن، أرض الرسالات السماوية وأصفيائه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله السادة الميامين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال الله سبحانه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ببالغ الاعتزاز والافتخار نستقبل اليوم الذي تمت فيه رحمة الله علينا جميعا من خلال ما من علينا من النصر المؤزر على أعداء الإسلام وأعداء العراق المتمثلين بالمنظومة الإرهابية داعش المجرمة، التي احتوت في مسيرتها على شذاذ الأحزاب الحاقدين على أمة محمد صلى الله عليه وآله، والساعين في نشر الفوضى والتنكر للإسلام الحنيف باسم الدين. وكان هذا النصر بما من الله سبحانه وتعالى على المجاهدين من العزم والتضحيات والتفاني دون الوطن العزيز، متسلحين بالإيمان وفتوى النجف الأشرف،
صانها الله من ريب الدهور، فقد أبيد شراذمة الكفر والنفاق، وطهرت أرض الرافدين من رجسهم، وخابت آمالهم. بغية الخونة الذين مهدوا لهم الطريق إلى سلب أرض الخيرات من أهلها. ونحن إذ نقف وقفة الاحترام للشهداء الذين استرخصوا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الحق، ونقدس أحضان أمهاتهم البررة اللواتي زرعنا بحليبهن الطاهر في نفوس هؤلاء الشبان حب الإيمان والوطن وإطاعة القيادة الدينية في النجف الأشرف. فسلام الله عليهم ورضوانه وبركاته، وسوف يلقون من الله تعالى العطف ومن حامل الشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الشفاعة، بل يوفقون لأن يشفعوا لذويهم بما من الله عليهم من الشرف والعزة بالجهاد المقدس. كما نقدر جهود المجاهدين الذين تحملوا الجراحات المختلفة وابتلوا بأنواع العوق، نرجو الله تعالى أن يمن عليهم بالصحة والصبر. وينبغي أن نلتفت إلى أنه يجب علينا جميعاً السعي في خدمة عوائل الشهداء وخدمة الجرحى ورعاية اليتامى، لنحظى بالعطف الكريم من راعي الأرامل واليتامى الذي جعله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ما أحلى أن نزور قبور الشهداء لنقدم لهم التهاني على ما رزقوا ووفقوا له، ونهدي لهم تلاوة الآيات الكريمة من كتاب الله العزيز، ونهنئهم بالنصر العظيم. أيها الإخوة، نحن كلنا مدينون للشهداء والجرحى والمجاهدين الذين ما زالوا في إهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن العزيز في خنادقهم. اللهم ارحم شهداءنا، واحفظ وطننا العزيز من شر كل شيطان من الإنس والجن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العشائر صمام أمان، العشائر سيوفا بتار، العشائر رجال المرجعية، وللعشائر دورا كبيرا في تلبية النداء المرجعية. نستمع أنا وإياكم إلى كلمة العشائر، يتفضل بإلقائها الشيخ فارس البديري. فاسبقوا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة الحضور، سادات ورجال دين ومسؤولين وشيوخ قبائل وعشائر، مع حفظ الألقاب والمقامات، باسم العراق وشهداء العراق وباسم كل من حمل السلاح للدفاع عن العراق، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، المبعوث رحمة للعالمين بأحسن الأديان، الداعي إلى النهج القويم والصراط المستقيم بواضح البيان وقوة البرهان. أيها الأخوة، بعد أحداث مر بها العراق وتعاقب الحكومات في الظلم والاستبداد من قبل تلك الحكومات على أبناء شعب العراق منذ سقوط الدولة العباسية ومروراً بالاحتلال العثماني، وبعدها الاحتلال البريطاني، حاول الاستعمار زرع الفتنة الطائفية والتمييز بين مكونات الشعب العراقي، وآخر هذه الفتن هي داعش. ولكن لم يستطع الاستعمار أن يبث هذه السموم، وذلك بفضل فتوى المرجعية الرشيدة في الجهاد الكفائي، فقد هب أبناؤنا الغيارى شيباً وشباباً لتلبية نداء المرجعية، والتحقوا بجبهات القتال
وسطروا أروع الانتصارات على داعش وضحوا بأنفسهم وأموالهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجودي، وروت دماءهم الزكية أرض العراق. وبفضل هذه الدماء الطاهرة اليوم ننعم بالأمن والأمان ولدينا حكومة منتخبة، وبفضل العشائر العراقية التي لبت نداء المرجعية انتصرنا على داعش. ومن هنا وبعد هذه الانتصارات نأمل من كل المتصدين في العملية السياسية أن يكونوا على قدر المسؤولية والتعاون ومتابعة القوانين المهمة وتنفيذ المنهاج الحكومي وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وتوفير بيئة سياسية جيدة وآمنة لدعم الحكومة التنفيذية لإرساء الأمن وإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من شبابنا الواعد، وأيضا توفير كل ما يستلزم للسلطة القضائية لمحاسبة الفاسدين والمفسدين. أيها الأخوة، اليوم ونحن نستذكر الانتصار على داعش برغم كل التضحيات من الشهداء الأبرار الذين هم من هندس ووضع هذا الانتصار وصنعه، وهم أصحاب الفضل الأول على العراق وشعبه. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته. أيها الأخوة، لا ريب أن الشقاق والخلاف من أخطر أسلحة الشيطان الفتاكة التي يوعز بها صدور الخلق لينفصلوا بعد اتحاد ويتباعدوا بعد أخوة. وقد اهتم الإسلام بمسألة احتمال وقوع الخلاف بين المؤمنين وأخذها بعين الاعتبار، لأن المؤمنين بشر يخطئون ويصيبون، وبعد أن تتفق آراءهم وتتوحد اتجاهاتهم. لهذا عالج الإسلام مسألة الخلاف على اختلاف مستوياتها بدءا من مرحلة المشاحنة والمجادلة، ومرورا بالهجرة والتباعد، وانتهاءا بمرحلة الاعتداء والقتال. الدين الإسلامي دين حنيف يتشوق إلى الصلح ويسعى وينادي إليه، وليس ثمة خطوة أحب إلى الله عز وجل من الإصلاح. بالإصلاح تكون الطمأنينة والهدوء والاستقرار والأمن، وتتفجر ينابيع الألفة والمحبة، وتكون الأمة وحدة متماسكة يعز فيها الضعيف ويندر فيها الخلل ويقوى رباطها ويسعى بعضها في إصلاح بعض، وتتجمع الكلمة وينبذ فيها الخلاف وتزرع المحبة والمروءة. وإذا فقد الإصلاح هلكت الأمة وهلكت الشعوب والأسر وتبددت الثروات وانتهكت الحرمات وعم الشر القريب والبعيد. فأنتم أملنا يا أبناء عشائرنا الكريمة في تطبيق هذا الإصلاح كما وفقكم الله ووقفتم أمام الهجمة على العراق. اليوم نقف أمام كل من لا يريد للعراق الخير، وننعم كلنا بالأمن والأمان والخير، ودمتم سالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم هذا النصر العظيم، نبارك لرجال المرجعية هذا النصر، نبارك لأمهات الحشد الشعبي، نبارك لعشائرنا الكرام. يتفضل الحاج قاسم خيقاني ليأتوا كلمة الحشد الشعبي، مسؤول قسم الحشد في النجف. يتفضل مشروعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور جميعا بحفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعا قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. واقعا نستذكر في هذا اليوم، وأنا لا أريد أن أطيل، سماحة السيد يقف اليوم أمامي،
نستذكر في هذا اليوم من عام 2018 إعلان النصر المؤزر على داعش الإرهابي، هذه المنظمة الإرهابية التي رادت أن تفتك بالعراق ومقدسات العراق وبالشعب العراقي، ولكن بفضل الفتوى المباركة للمرجعية الدينية وبفضل الهمة العالية من أبناء الشعب العراقي العظيم والعشائر العراقية التي قدمت أبنائها وكل الذين ساهموا في تحقيق هذا النصر المؤزر، واقعاً اندفع هؤلاء الشباب وقد رأيناهم في سوح الجهاد وهم يتقاتلون ويتهافتون على القتال من أجل أن تبقى الأعراض، وما رأيناه من فعل داعش والأساليب التي ارتكبها مع هذه المناطق التي تم تحريرها من قبل الحشد الشعبي والقوات الأمنية، رأينا أفعال واقعاً أفعال مريرة، ولكن بفضل همة الشباب وهمة الأبطال وهمة الشهداء الذين واقعاً سطروا أروع الملاحم من أجل أن يبقى وأن تبقى عزة العراق مرفوعة. نستذكر كذلك الجرحى الذين واقعاً قدموا تلك الأجسام وسموها بوسام الشرف، واليوم ونعيش نعمة الأمن والأمان بفضل دماء الشهداء. لذلك علينا أن لا ننسى عوائل الشهداء، لذلك علينا أن لا ننسى الجرحى واقعاً اليوم لهم مواقف مشرفة. أنا أتقدم بالشكر والامتنان لكل من حضر إلى هذا الحفل، كما أتقدم لسماحة السيد صدر الدين القبنشي على استذكاري هذه الملحمة البطولية. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمرجعية، شكرا للحشد الشعبي، شكرا لعشائرنا الكرام. والآن نستمع إلى كلمة راعي هذا المؤتمر العشائري المركزي سماحة إمام جمعة النجف الأشرف سماحة السيد القبنشي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أيها الوجوه الكريمة، المشايخ، عشائرنا الكرام، الحوزة العلمية، المنظمات والكيانات السياسية الحاضرة، الشباب الطيبين في شرطة النجف الأشرف الذين قدموا كلكم من محافظة النجف ومن خارج محافظة النجف، الحقيقة أني أريد أن أتقدم لكم بالشكر. قبل ذلك الشكر لله تبارك وتعالى. اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للعراق وبالنسبة لشيعة أهل البيت وبالنسبة للعالم الإسلامي، لأن العراقيين وبالذات شيعة أهل البيت قاتلوا الإرهاب ودفعوا الإرهاب نيابة عن كل العالم. العراقيون لم يحرروا ثلث العراق المغتصب فقط، وإنما حرروا المنطقة التي كانت مهددة باستيلاء المشروع الأموي. داعش مشروع أموي كان يريد أن يستولي على كل المنطقة، والذي أجهض هذا المشروع هم أنتم عشائرنا شيعة العراق، فتوى المرجعية، علماء الدين، قواتنا الأمنية جميعاً. قبل ذلك، وما النصر إلا من عند الله، هذه المقولة يجب أن تكون شعارنا الدائمي، وما النصر إلا من عند الله. نحن انتصرنا بسواعد رجالنا وصبر نسائنا ودموع أيتامنا، ولكن وما النصر إلا من عند الله. اللهم لك الحمد أن وهبتنا هذا النصر وأعززتنا. أيها السادة الكرام، العراقيون اليوم 10/12 نحتفل بعيد النصر، ولكن هناك أكثر من انتصار حققه شعبنا وفي طليعتهم عشائرنا، أكثر من انتصار. الانتصار الأول على الحرب الطائفية
يوم فجروا قبة الإمامين العسكريين وأرادوا إحراق العراق بحرب طائفية. هنا أيضا انتصرنا، وكانت توصية المرجعية العليا ضبط النفس، وضبطنا النفس واستمع عشائرنا وشبابنا للمرجعية وأجهض مشروع الحرب الطائفية، الحرب الأهلية، أرادت أن تمزق بغداد وكل العراق. أيضا انتصرنا في مواجهة الحرب الأهلية، انتصرنا في أمام مشروع إحباط وتأييس العراقيين والشيعة بالخصوص، أنكم غير قادرين، أنه لا فائدة، أنه سيرجع حزب البعث. انتصرنا هنا، واليوم تمضي 20 عاما على انتصارنا، ولا عودة لا للبعثيين ولا لأزلام النظام، ولم يتراجع شعبنا لا عن انتخابات ولا عن تأسيس دولة ولا عن أعضاء مجلس النواب. حاضر شعبنا والمرجعية حاضرة على أهبة الاستعداد، وانتصرنا على مشروع الانفصال لكردستان العراق، وانتصرنا أخيرا على داعش، أخطر مشروع في المنطقة. العشائر كانت على رأس القائمة، قبلها المرجعية والحوزة العلمية، المواكب الحسينية، هذه عناصر القوة عند شعبنا. عشائر، حوزة، مواكب حسينية، ما زالت هذه موجودة عندنا. لن يموت شعب يحمل روح الحسين، لن يموت شعب يحمل شعار هيهات منا الذلة. الآن كلكم ترددون معي هيهات منا الذلة، أيها السادة الكرام، اعلموا أن كل ما عندنا هو من أهل البيت، كل ما عندنا هو من علي داحي باب خيبر، كل ما عندنا هو من الحسين الذي قال: أما والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يا أبا عبد الله، ذول شيعتك بالعراق، عينك عليهم يا حسين، عينك عليهم يا أمير المؤمنين، ذول شيعتك يا علي. وكل ما أشوف زيارة 40 والملايين أقول: أبداً أبداً، رسول الله ما يعرف الشعب هذا، والحسين ما يعرف الشعب هذا، وعلي بن أبي طالب ما يعرف الشعب اللي واقف لابنه الوقفة العظيمة النادرة التي لا مثيل لها في التاريخ. هيهات أن رسول الله يعيفكم يا شيعة العراق، يا عشائرنا، يا مواكبنا، هيهات توقفون فاتح لابن رسول الله الحسين. 20 مليون تضيفوهم، يا الله، رسول الله الشيخ عرب، عمي ما يعيفكم. وشفتوا شلون انتصرنا الفتنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، وفي كل مرة نصر بعد نصر وعز بعد عز. احنا تهدد العراق كله بحرب أهلية وقتال وحرق وذبح وتعطيل، ولكن مرة أخرى انتصرنا، واليوم انتم قاعدين في عيد النصر، في يوم النصر، والعراق عزيز بمرجعيته، بشعبه، بدولته، بمجلس نوابه، بمحافظاته، بعشائره، بشهدائه، بعوائل شهدائنا الذين نقف متواضعين أمامهم. كل ما عندنا هو من أهل البيت. نروح لأمير المؤمنين شكرا، نقول له: شكرا يا علي، هذا النصر اللي إنا، هاي مو بسواعدنا، لو ما أنتوا واقفين ويانا يا أهل البيت، بكم بدأ الله وبكم يختم، وبكم تمت الكلمة وأتلفت الفرقة وعظمت النعمة، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يا الله، وبكم
يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ممنون يا علي، ممنون يا حسين، ممنونين يا رسول الله، ممنونين يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء. كلمة الشكر المخصوص للجمهورية الإسلامية في إيران اللي وقفت معنا موقف الأخ للأخو، ولولا وقوف الجمهورية الإسلامية أفرادا، قوات، إعلام، أبطال على الأرض، دعم لوجستي، لولا وقوفهم لكان الحال حال آخر. وهذا ما يشهد به الجميع. احنا نفخر ان بيننا الشعب العراقي وبين الشعب الايراني وحدة مصير ووحدة ثقافة ووحدة دين. ابدا لا يمكن ان يمزقوا بيننا ابدا. كيف احنا شيعة علي بن ابي طالب؟ الشكر موصول لهم ولقيادتهم ولشهدائهم ولأبطالهم وللحج قاسم سليماني والمهندس أبو مهدي رضوان الله عليهم جميعا. الإمام صاحب العصر والزمان، هذه بشارة لكم، أي بشارة لكم. الإمام صاحب العصر والزمان يكتب إلى الشيخ المفيد. الشيخ المفيد الآن مدفون عند الإمام الكاظم، إذا تروحون تزورون أكو شباش للشيخ المفيد، من كبار علماء الشيعة في الغيبة الصغرى والكبرى طبعا. يكتب له يقول: لو أما بعد فإننا في مكاننا وإن كنا ناويين عنكم لكننا غير ناسين لذكركم، ولولا دعاؤنا لكم لاصطلمكم الأعداء. صاحب الزمان يقول لو ما دعانا لكم الأعداء يستأصلوكم، صحيح، بس احنا عندنا دعاء أهل البيت، سيد شباب الجنة، فاطم بضعة مني، سيد النساء العالمين، علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. احنا عندنا هيك يا أمة، هيهات أن نهزم. الإمام الحسين قال، وأختم حديثي: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.